أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا بكم في الخامسة بتوقيت البسيو مودرز. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مع كروس أوفر SUV كيسبورتج 2017. ما شاء الله 56,000 كيلو 1.6 تربو تشارجر. ما شاء الله صار الدفع الرباعي من النسخة توب لايك بلاس تربو. ما شاء الله قوة والأمان والأداء مع 11 وسيلة من وسائل الأمان المختلفة، مع 2 كراسي كهربائية، بصمة كليستارت انجن، سارو بانوراما، وشنطة الكهرباء. ما شاء الله النسخة الأعلى من إنتاج كيا سبورتج، مفخرة الصناعة الكورية. ما شاء الله تنسر بي 8 ارباك بي اس بي دي و اي اس بي و تي اس سي و اتش ال اي. ما شاء الله ما شاء الله حاله الزيرو مع جنود معدنيه 19 بوصه ملونه. ما شاء الله ولا حاله العفشه زي متعودين 4x4 كيا سبورتج، قوه والامان والاداء مع الدفع الرباعي. ما شاء الله النسخة الأعلى من كيا سبورتاج 1.6 تربو 177 حصان بفارق 47 حصان عن النسخة العادية، مع فرش جلد، 2 كراسي كهربائية في 10 اتجاهات، 8 ارباك، سارو بانوراما، كيلي ستارت انجن، اعتمادية وقوة وسائل أمان وسائل رفاهية وفخامة مع سرعة إعادة البيع و 56,000 كيلو بحالة الزيرو بدون خزي زي متعودين مع البسيوني. اشتري بثقة. ما شاء الله علامة كيا، علامة مميزة في السوق المصري واستثمار قوي، مع الإضاءة الليد الأمامية والخلفية، سنسور باركينج، حساسات أمامية وخلفية، موجود فوق لايتس. ما شاء الله موجود بالنيكل، محمل السقف. ما شاء الله الحال. سماعات اليو بي ال، سبيكر داخل السيارة، كراسي كهرباء، حالة الزيرو زي متعودين مع البسيوني. نظام التوزيع الالكتروني، زر الشنطة الكهربائية. ما شاء الله بسم الله. كيلي ستارت انجن، طبعا تنصر بيه قاعدة عجلات 2.65 مع وزن طن و 470 كيلو جرام. ما شاء الله مع تسكو 7 سبيد 1.6 تربو تربو تشارجر، دفع رباعي داخل السيارة. ما شاء الله لو تكلمنا على وسائل الامان، تنزل سارة ب 8 ارباك، 2 وسائل في الامام والقائم وكرسي الامام والخلفي والقائم الخلفي 8 ارباك. نظام الاي بي اس فرام منع انزلاق، والاي بي دي، والاي اس بي توازن الكتروني، والاتش ال اي صعود المحاضرات. ما شاء الله نظام المحاضرات، نظام الدرايف مود، ثلاث انظمه للقياده، سبورت مود وكونوميك مود ونورمال مود، ثلاث انظمه للقياده. رابط تكييف تاتش واي اكس يو اس بي وشاحن 12 فولت. هنا الشواحن، سروف بانوراما، ليزر تشير، مسند يد امامي ومسند يد خلفي، مع نظام تسريب مقاعد الاطفال، مع سنسور باركنج، حساسات اماميه وخلفيه وحساسات اضاءه. ما شاء الله الاوبشنز داخل السياره، وعندك شيفتات للسرعه بلس وماينس، تثبت سرعه، سبيد كروز، التحكم في الملفات، واطار المالتي ميديا والبلوس. يبقى جميع الاوبشن اللي انا بتمناها في اي سياره موجوده في سياره كيا سبورتاج. ما شاء الله بين وسائل امان وسائل رفاهيه، كراسي كهربائيه، فرش الجلد، مسخنات كراسي، ونظام تثبيت مقاعد الاطفال في الخلف، مع وجود فتحات
تكييف خلفيه وبتشحن 12 فولت خلفي ما شاء الله. طبعا السعر اكثر مبيعا اكثر اعتماديه في السوق المصري. الاضاءه الليد مع الحراشين ووجود الفوج لايتس. عندي في اربع مصابيح والحساسات الرئيسيه حساسات خلفيه ما شاء الله الحال. 56,000 كيلو 4x4. طبعا بقى المحرك عندي 4 سلندر فلاش سواب بس تختلف النسخه ديت ب 177 حصان 260 نيوتن ما شاء الله. دي اكسلريشن 9 سكند بيفرق عن النسخه اللي قبلها ب 3 ثواني. معدل سكر كود 7.5 ما شاء الله. تنزل كود عندي 58 لبس ما شاء الله الحال. وزاد 11 وسيله امان مختلف. روكر النيكل موجود بتاع ليد الخلفيه. ماشي شنطه كهرباء. وعملت لتر شنطه خلفيه. ممكن تطير الكراسي الخلفيه بنسبه 60 الى 80 حافز زيرو زي ما تعودوا. حالة الزيرو بقى واللون الملكي. ننتظر تليفوناتكم 02-334-1235 06-49-49-44 03-53-52-012 او متابعتنا على انستجرام فيسبوك تويتر لينكد ان تليجرام. وفي الختام وفي السماعة فيكم ومتوعدون.